بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، بعض الأخطاء اللي بتتم في تقليم أشجار المانجا المحلية الكبيرة اللي بتأثر بالسلب على إنتاجية الأشجار المحلية، بتأثر بالسلب جدا. احنا اتكلمنا قبل كده عن اهم خطأ فيهم، هو تقليم الاشجار المحلية في فصل الخريف، وده خطأ جدا. لو في حد حابب يشوف الفيديو هيظهر حالا في الاعلى. تقليم الاشجار المحلية في الخريف بيأثر بالسلب جدا على الطرحات اللي طول السنة بتخزن معايا، وخاصة في حجر الشجرة. دي طرحات شهر 4 و5، طرحات مخزنة كويس، اديني تزهير جيد ان شاء الله وعقد كويس. فلو قلمنا في الخريف تظهر لينا نموات جديدة تلحقش تخزن. ده كده ملخص أول خطأ. التفاصيل في الفيديو اللي صورناه قبل كده. الخطأ التاني اللي بيتم وبيأثر على إنتاجية الشجرة المحلي، إن أنا نشيل الفروع اللي في الحجر، حجر الشجرة. في ناس بتشيل الفروع اللي في حجر الشجرة، ده كله مبقاش موجود، وده خطأ جدا. بنشوف شجر عالي جدا ومفهوش حجر نهائي، ده بسبب تقليم الخطأ. مينفعش نشيل الحجر، لأن إنتاج الشجرة معظمه 70% من إنتاج الشجرة بيكون في حجر الشجرة. حجر الشجرة يعني تلت الشجرة من أسفل، ده بنسميه حجر الشجرة. مينفعش نشيل حجر الشجرة، الشجرة تتجه معايا لأعلى والمحصول هيقل جدا، ويحصل تزاحم في المزرعة بسبب علو الأشجار، ويحصل نواشف كتير في الشجرة لأن الظل هيسيطر على المزرعة. فحجر الشجرة هو إنتاجي 70% من إنتاجي هو في حجر الشجرة، تلت الأسفل من الشجرة. ده خطأ كبير. الخطأ الثالث ان يبقى عندي شجرة عالية زي دي كده مثلا، او اعلى من كده، دي حوالي 5 متر، في بيبقى اعلى من كده، واجي في سنة واحدة اقرض الشجرة علشان انزل الى ارتفاع مثلا 4 متر. لو انا نزلت بارتفاع الشجرة العالية مرة واحدة في خلال سنة واحدة على ارتفاع مثلا 3 متر او 4 متر، النتيجة هتكون هيحصل تزهير، اي نعم، وممكن ما يحصلش خالص تزهير. لو حصل تزهير الشجرة انتاجها يبقى خفيف جدا، لان ببساطة الشجرة في شهر ابريل او شهر مايو هتتجه الى النمو الخضري، لان انا غيرت وضعها من ارتفاع عالي الى ارتفاع 3 متر او 4 متر، هتتجه معايا الى نموات خضرية قوية، وبالتالي هيضيع عليا محصول السنة. دي نقطة مهمة جدا. علشان انزل بارتفاع الشجرة الى ارتفاع 3 متر او 4 متر
ده هيتم على سنتين، ده الصح. هننزل بنص الشجرة إلى ارتفاع اللي احنا عايزينه، ونسيب النص التاني. السنة اللي بعدها أشيل النص التاني اللي هو كان عالي كده، الشجرة هتبدأ تربي معايا نموات جديدة في الحجر، ويرجع معايا حجر الشجرة تاني، والشجرة هيكون فيها محصول. هو مش محصول كتير، بس هيكون أفضل من لنا أنزل بيها في سنة واحدة. ده مهم جدا، ده ممكن عملية زي دي تضيع معايا المحصول، لأن أنا بشوف ناس بتنزل بشجر عالي مرة واحدة ويفرح، وفي نفس السنة يضيع عليه محصول، ما يعرفش كده إلا بعد ما يغلط الغلطة الكبيرة ديت. فلازم تتم العملية دي على سنتين، مهم جدا. ده تالت خطأ معانا. رابع خطأ، وده يعني ممكن ما يأثرش قوي على الشجرة لو الظروف الجوية كويسة. الخطأ الرابع والأخير إني أخف إجناب الشجرة بطريقة خفيفة جدا، فبتأثر على الشجرة بالسلب، لأن النمو الخضري قليل، فالتزهير هيبقى ضعيف والعقد هيبقى ضعيف. فمن الأفضل إن أنا وأنا بخف الإجناب الشجرة إن التقليم يكون متوسط، بحيث الضوء يدخل جوه الشجرة لجميع أجزاء الشجرة، وفي نفس الوقت الشجرة ما تبقاش خفيفة. وفي كمان أمراض بدأت تظهر في السنوات الأخيرة بتأثر جدا لو التقليم خفيف. في مرض بيجي، في مرض بيصيب الشجرة في السنوات الأخيرة منذ 3 أو 4 سنوات، بيجي في فترة مارس وفي أحيانا فبراير. المرض ده لحد الآن في اختلاف إن هو بكتيري أو فطري. مجازة بنسميه الندوة البكتيرية، بيبقى فيه سمار في الطراح وفي الساق نفسه، فبيؤدي إلى تساقط أوراق كتيرة من الشجرة. المرض ده لو جه في شجرة خفيفة في التقليم من الإجناب هيأثر تأثير كبير عليها، ويؤدي إلى إن المحصول يبقى قليل جدا، لأن في أوراق هتتساقط والشجرة النمو الخضر فيها هيبقى ضعيف، فالتزهير والعقد هيبقى ضعيف، والإنتاجية هتبقى قليلة جدا. ده خطأ مفيش حد يعرفه عن الناس اللي عانت منه. فمهم جدا إن الشجرة تكون معايا تقليمها متوسط، بحيث الضوء يدخل جوه أجزاء الشجرة، وفي نفس الوقت يكون معايا نمو خضري كويس يقاوم الظروف الجوية، لأن الظروف الجوية في مصر بقت صعبة جدا. مهم جدا. دول 4 أخطاء في الشجرة المحلي، لو أنا اتفادتهم إن شاء الله المحصول هيكون كويس معايا بإذن الله. ياريت محدش يغلط الغلطات ديت. تقليم الشجر المحلي بيكون في شهر ديسمبر، ودي أهم نقطة على الإطلاق. وعملية التقليم أصلا أهم عملية بتتم في أي شجرة فاكهة، وخاصة المانجا، ودي اللي بتحدد محصولي طول السنة. عملية التقليم عملية حيوية مهمة جدا جدا جدا. لو اتفادينا الأخطاء ديت بإذن الله هيكون إنتاجنا كويس،
دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.